السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، سؤال بخصوص الطلاق يا شيخ. طلاق؟ أنا رجل يعني متزوج ولكن أسكن بعيد عن بيت العائلة. السؤال هنا، كان في حصل في يوم من الأيام مشادة كلامية بين زوجتي وزوجة أخي، في تحديدا في المطبخ يعني، فلكن أنا عشان خطر أفضل. وين دخلك المطبخ مع زوجة أخيك؟ مش عيب عليك يا أخي. انت اللي دخلك المطبخ عند مع زوجة اخيك. لا يا اخي، يا اخي شيخ، لا انا ما دام ادخل، انا اصلا حصل مشكله داخل المطبخ من زوجة اخي وزوجتي يعني. ماشي كده، مقبول. ماشي، احفظك يا رب. الله يكرمك. فحصل عشان افض النزاع ده، فخلاص حلفت، انا غصب عني بالغضب حلفت طلاق انه ما تدخليش ولا تجتمعي في عمل اعداد الطعام داخل، يعني انتوا الاثنين ما تكونوش في وقت واحد في المطبخ. طيب، بس حلفت طلاق، وهي طبعا زوجتي برضو كل ما تروح متغير وكده، فطبعا انا قلت لها حتى ما تغيريش كمان، يعني حلفت يعني طلاق انها لا تغير. فهل كده خلاص؟ يعني رجل قال لزوجته علي الطلاق منك، لا تدخل المطبخ وسلفتك موجوده فيه، كده الموضوع؟ هذا السؤال يعني؟ نعم شيخ. كفر عن يمينك واسمح لا تدخل، او خلي مطبخك في شقتك. ومطبخ اذا دخلت واجتمعت بين زوجة اخي، هل هذا يعني كفر عن يمينك طلاق؟ وتراجع. كيف أكفر يعني طلاق؟ قطع معشرة مساكين إن عجزت صمت 3 أيام. لكن لا يقع طلاق؟ لا إن شاء الله. طيب شيخ، سؤال آخر معنا، سننصحك لم نفسك وأهل بيتك في بيتك، ومرات أخيك زوجة أخيك مع زوجها في بيتهم. الله يكرمك. وابعد ابعد، المثل المصري يقول لك ابعد ده عندي ارتحت من ده، على طول كده. سؤال آخر شيخ إن شاء الله.